بقى موضوعنا اللي احنا هنعمله النهارده مع بعض، احنا هنعمل مع بعض طبق. ابتدي من السمك، برضو حسب نوع السمك وازاي ممكن انا استفاد من اكل اللي ممكن اعمله بره او بعمله في السوق وممكن يتعمل عندي في البيت ويكون بنفس طعم اكل المطاعم. هنعمل الطبق دوت والتتبيله هتكون الاساس، بستعمل هنا كمون وكزبره، ومع الكمون والكزبره شويه فلفل حامي صغيرين معاهم ثوم مفروم ناعم، يبقى ديت التتبيله ومعاهم شويه هنا من البقدونس والكزبره. يبقى انا عندي كزبره ناشفه، كزبره خضراء، بقدونس مفروم، وملح وفلفل، دول بنحطهم كلهم ينوت، ومعاهم شويه صغيرين من عصير الليمون. على اساس ده كله بيكون التتبيله اللي هتبلها للسمك نحطها ينوت. يبقى ديت بستعملها علشان اتبل بيها السمك. نيجي لنوع السمك اللي هستعمله، بتاكد ان السمك اللي بستعمله حاجه تكون فيها قشر من بره، بس بشيل يعني ممكن ما نضفش السمك، ما اشيلش الامعاء والاحشاء اللي موجوده فيه، لان انا محتاج ان انا بس اتبله من بره. وهستعمل نخاله، النخاله اللي هي بتبقى نخاله القمح اللي هو القشره الخارجيه من القمح، ودوت بيكون بتتسمى رده او بتتسمى نخاله، ودي بتحمي، او في لو انتوا بره وما عندكوش الحاجه ديت ممكن بتسمى باكويت، نوع من الانواع اللي هو برده بيؤدي الغرض. بحط شويه هنا صغيرين من الزيت، ودوت هيكون الحشو بتاع السمك. يبقى بجيب السمك هنا، وزي ما قلت السمك اللي بجيبه عشان اتاكد ان هو طازه بتكون العيون بتبرق تلمع، اما بضغط عليه بايدي بتتزق تاني يعني مش طريه. والحاجه التانيه لو ليه خياشيم، طبعا دي متشاله خياشيم وبتبقى لونها وردي، فدوت اهم حاجات بنعرفها. طبعا ريحته زي ما كمان بنقول نسمه بحر مش زفر، نسمه بحر، يعني الموضوع ان هو ده المفروض يكون مواصفات السمك الطازه. هحط شويه من التتبيله اللي احنا عاملينها ديت، احطها جوه في السمك هنا، بحطها في قلب القلب والراس، وبخلي الباقي، يعني بخلي الباقي ده عشان هستعملها ديت هتكون زي فكره الدقه، استعملها للسمكه نفسها اتبلها بعد ما تطلع، او صلصه اقدمها معاها. بعدين نجيب شويه هنا من الزيت على اساس حاجه ابل بيها السمكه، شويه هنا من الزيت، وبحطهم في الرده. يبقى انا دلوقتي بجيب السمكه على اساس ان انا اغطيها بالرده تماما، نجيب الصاج اللي هنحطها فيه، و بحطها في قلب فرن بيكون حرارته 180، واللي بيرسي على السمك ده على كل سمك تاني. احنا قلنا قبل كده لسمك كل بوصة، يعني سنتي ونص، لكل سنتي ونص سماكة بتاخد 10 دقايق في فرن حرارته بيكون 180 درجة مئوية. يبقى دوت السمك اللي هحطه في الفرن، ناخدها هنا هوت، وبعد كده ندخلها الفرن ونشوف لما تطلع ديت ممكن نقدمها ازاي. فالفكره بقى هنا لو انا عايز اعمل السمكه دي فيليه، ما ينفعش ان انا استعملها فيليه، لان الفيليه اللي انا هستعمله هيكون هتنشف، فمحتاجه تكون فيها عظم من جوه، والرده من بره بتدي لها طعم. لو عايز اشويها ممكن تعمل دخان وريحه وهتبقى يعني مشكله تانية. فنتاكد قبل ما اروح الفرن ان هو انا بجهز الحاجه التانية اللي هطلعها فيها، خلص من الرده ديت، وبقيه التتبيله اللي عندي بحطها هنا في الطبق ده، وبحط معاها شويه من الخل، وبحط معاها عصير ليمون، بكتر عصير الليمون تاني، وبستعمل كمان شويه ميه، ممكن تكون شويه ميه دافيه. يبقى دول هيكون الخلطه اللي هستعملها. وباخد السمك ندخله الفرن، او على اساس لو هنعمله وهنشويه في البيت، الشوايه مع اللي هو النخاله ديت هتعمل دخان ممكن تسبب لي مشكله، فده بتكون امن الحكايه ديت. بعدين نطلع اللي احنا مسوينه، ودوت اللي احنا بنحط عليه الخلطه اللي احنا عاملينها دلوقتي، اللي هي فيها نفس التتبيله اللي احنا حطيناها جواها، بس زودنا عليها شويه صغيرين من الميه، وزودنا عليها شويه صغيرين. نرفع السمكه هنا، نحطها وهي لسه سخنه، شويه صغيرين من نفس التتبيله نحطها على السمكه، وده بيكون جاهز ان انا اقدمه. ومع الرده، الرده مع الجلد نفسه بتبقى سهل ان هو يتقشر،
ناخدها كده، او ممكن بنقلبها الناحية التانية. فالردة بتساعد ان هو يتقشر ويبقى سهل جدا، يبقى هي غشاء خارجي مع القشرة نفسها. ده ممكن اسيبه من هوت ونجيب الطبق اللي نقدمهم فيه على اساس دوت فكرة السمك اللي هو اللي مشوي او بشويه في الفرن بدون ما بستعمل الشواية، وبيبدي نفس الفكرة ونفس الطعم. ناخد السمكة هنا، ناخد السمكة التانية، وبزود شوية هنا من الخلطة وفي نفس كصلصة في الطبق نفسه. يبقى ده الطبق الأولاني اللي هو طبق السمك المشوي، ولو حابب ممكن أسقيه كده وأدخله الفرن مرة كمان ويفضل محافظ على اللحمة اللي جوه ويفضل سخن لمدة طويلة.